سعرها الإجباري لو يقولون قيمتها العصر تستلمها أبغي أحطها في شاطها باختياري تسبق وتنفرد لو كان 20 دمها عقبنا موسى. مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل على بركة الله وتوفيقه ننطلق بحضراتكم مع شوط الختام شوطنا 18 يحمل في طياته اللقاي القعدان تنطلق الأسماء وتبحر هذه الشعارات الباحثة عن الفوز وعن الانتصار على أرضية ميدان الشهيد وفي دولة الكويت الحبيبة ضمن فعاليات مهرجان بطولة الهجن تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وفي ثاني أيام المهرجان ننطلق ونسير لنتعرف على حضراتكم على المركز الأول وعلى من يقود الأسماء. أتابع الانطلاق من سياف محمد بن علي بن حمد المري يتقدم ويقدم لنا سياف بينما الحضور من القادم والقادم تابع سلاب راشد بن محمد بن حمد الدعية المري يتقدم ويقدم لنا سلاب ثانيا تابع الحضور والتقدم من فجاج وانطلاقة وحضور يتقدم فجاج ويحضر بشعار راشد بن زيد بن انديلة يقدم لنا شعاره ويتقدم مع فجاج ثالثا وتابع الحضور القادم وتابع ثالث الأسماء الحاضر والمتقدم في هذه اللحظات وتابع عجلان محمد بن حسين العجمي يتقدم ويقدم لنا شعاره على ثالث الأسماء. رابعا وتابع التقدم من مذخور وشعار سعيد بن مكتوم الأجنبي يتقدم ويقدم لنا مذخور على رابع الأسماء. خامسا وتابع التواجد والانطلاق الحضور من فجاج وراشد بن زيد بن انديلة يتقدم ويقدم لنا فجاج النداء الأول اتممته على مسامعكم الكريمة ولكن عاد إلى مقدمة الشوط والمركز الأول. العودة يا أخوان إلى من يقود الأسماء إلى سلاب يتقدم سلاب ويحضر بشعار راشد بن محمد الدعية يتقدم ويقدم لنا سلاب على المستوى الأول وعلى الانطلاق الأول يتقدم مع سلاب. ثانيا نتابع الحضور والتواجد من هذا الاسم والشعار وتابع القادم والحاضر يتقدم في هذا اللحظات يا أخوان. الحاضر في هذه اللحظات تابع عجلان ومحمد بن حسين العجمية يتقدم ويقدم عجلان على ثاني الأسماء. ثالثا تابع الحضور من شعر الدعية على ما يبدو لي القادم في هذه اللحظات فجاج وراشد بن زيد الدعية يتقدم ويحضر ويقدم لنا شعاره. خامسا تابع
الانطلاق والتقدم والحضور مع مذخور السعيد بن مكتوم الاجنبي يتقدم ويقدم شعاره، ولكن العودة الى مقدمة الشوط والمركز الاول، العودة الى سلاب راشد بن محمد، الدعية يتقدم ويحضر بسلاب على المركز الاول، يتقدم ويحضر ويمن نفسه بخطف الفوز والنماس في ماذا المهرجان الغالي. الله الله ثانيا وتابع الحضور والتقدم من عجلان محمد بن حسين العجمية، ارى الاسماء ارى الشعارات القادمة من الخلف. يا بوي الله اتابع القادم اتابع الحاضر في هذه الاسماء. بدات القعدان اجتمعت يا اخوان، شوط الختام حان موعد الاقلاع. الكيلو الاخير جولة الاوامر النهائية. يا باغي الفوز حرك روح، انطلق سلاب تقدم سلاب، ولكن القادم ولكن الحاضر في هذه اللحظات. قدم وتابع المركز الاول من خلال الاسم شعار بالرباح على ما يبدو لي مع سلطان، ومع سلطان بن سالم بالرباح الحربي، ولكن الاسماء القادمة وتابع مذخور الاجنبي يحضر ويتقدم سعيد بن مكتوم الاجنبي، ولكن المقدمة المركز الاول يا يا الله فجاج راشد بن علي بن زيد يتقدم مع فجاج، يغادر مع فجاج، يخطف النماس يخطف الفوز. تهانينا والف مبروك على هذا الابداع على هذا التألق مع فجاج وشعار راشد بن زيد. تهانينا والف مبروك لحظة وصوله بالفوز وبالنماس. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الاول فجاج راشد بن زيد بن ديلة، ثانيا كان شعار مذخور وشعار سعيد بن مكتوم الاجنبي، ثالثا كان التواجد نوحي لجنة الخط والتحكيم. تهانينا والف مبروك لمالك فجاج راشد بن زيد بن ديلة على هذا الفوز وهذا الانتصار. خط النهاية واقف من يحترمها، تحذف الهلغت وتهل معها العبري، كل ما ردد موتر لذاعه باسمها. نشتري ونخسر ونجيبها بالعزاري، مبنية رقاب الحباري، يطمع الرجل صوب الطايلات وقممها. يا يجيب النواميس هي قوية إجباري، يا يخلي بحضن نار للي شعمها. الأخيرة بعد إصدار الأوامر عليه، وهذا شيء غير مستغرب عن شعار بن ديلة، هو يستاهل الناموس ويجعله إن شاء الله ناموس دايم إن شاء الله. أبو جابر ودنا نشكر شكر كبير لإخواننا وأحبتنا أيضا المعلقين اللي نستمتع معاهم في تعليقهم وأصواتهم الجميلة خاصة في وصول الحلال. نشكر معلقين شكر كبير معلقين مبارك محسن العجمي.